صباح الخير دكتورة. ازيك يا حمشة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما. يا أيمن، كيفك يا أيمن؟ أهلا دكتور، صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح النور، كيفك جميع؟ كان لك سؤال أو استفسار يا أيمن، عايز تسأل عن شيء؟ والله يا دكتور كنت بدي أستفسر إذا كيف بدي أدخل على الجروب، وشو لأنه أنا سجلت متأخر، بدي أشوف المادة داخلي بالامتحان زي هيك بس. طيب نجيفك على الجروب عادي، أنت اللي اتصلت علي امبارح صح؟ اه والله. طيب اكتب لي رقمك دلوقتي على الشات ونظيف ان شاء الله. شكرا. نلعب عشان تعرف. انت عرفت ايه السيمينار بتاعك يا ايمن؟ لا والله ما عرفته لغاية دلوقتي يا ايمن. ليه؟ ما انا مبلغها انت وانوار ومحمد حمدان. نعم. عن الكوميونيكيشن مع مرضى الايدز يا ايمن. مرضى الايدز. نعم. خلاص؟ لان اعتقد زمايلك يمكن على الجروب كانوا بيدوروا عليك، فانت معاك انوار ومعاك محمد حمدان. اكتب لي رقمك دلوقتي وانا هضيفك على الجروب اللي عندنا. ماشي ان شاء الله. شكرا جزيلا. العفو العفو. كل اللي دخل معايا قائمه البارتيسيبانت يكتب لي اسمه على الشات ده. اوكي يا جماعه. خلينا نسمي الله ونبتدي محاضرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتبت رقم تليفونك يا أيمن؟ نعم دكتورة كتبته. ماشي أوكي. صباح الخير دكتورة. صباح النور. بلال. أنا يا بلال، أخبارك؟ والله بخير الحمد لله. تمام. يا رب، ربنا يعم الخير على الجميع يا رب. آمين يا رب. خلينا نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدينا امبارح موضوعنا. التوبيك الثالث بعنوان الـ structuring relationship. أو تحديداً كلامنا عن الثيرابيوتيك ريليشن شيب، وأول نقطة اتكلمنا فيها كان عن التايتل. مبدئياً التايتل للريليشن شيب اللي بيني وبين المريض متمثل في الثيرابيوتيك تراستنج ثيرابيوتيك ريليشن شيب، هيلبنج ريليشن شيب، بروفيشنال ريليشن شيب. كل هذا صحيح. المقصود بيه الريليشن شيب النيرس كلاينت او النيرس بيشنت ريليشن شيب، المقصود بيها ان هذه العلاقه تمثل بيزك بيلدينج بلوك. اساس. هذا الاساس بيتضمن شغلي مع المريض طبقا ليه بالشكل السيستماتيك، طبقا لخطوات النيرسينج بروسيس، بدايه من الاسسمنت دايجنوزس بلاننج انترفينشن ايفالويشن لاخره. كل ده بنشتغل مع المريض بالشكل الهوليستيك، بالشكل الكومبرهنسيف. يعني ايه؟ يعني بنشتغل من اول الاسسمنت للعناصر لنهايه السايكل للايفالويشن، على الجانب البايوفيزيكال، السايكوسوشيال، الكوجنيتيف. كل هذه الدومين او كل هذه الدايمنشنز الهدف من شغلنا فيها ايه او شغلنا عليها ايه؟ هو تريتمنت تشينجز،
إحداث تغيرات. تمام؟ ليه الهدف من هذه التغيرات؟ Design to improve clients. في النهاية أنا عايزة إيه؟ عايزين سواء إحنا الاثنين كشركاء في هذه العلاقة ننمي أو نحسن من مستوى إيه؟ الكلاينتس. يبقى إذا relationship لما نيجي نقول define therapeutic relationship is a basic building block including كل هذه الجوانب biophysical, psychosocial and cognitive treatment changes designed to improve client health. أي سؤال؟ أي سؤال؟ تمام تمام تمام. بس أسمع صوتك الله يكرمكم علشان هي أهم شيء الامبروفينج للكلاينت. تمام، ده الفوكس بتاعي. ده الفوكس بتاعي. إذن هذه العلاقة هي جول دايركتد، متفقين في هدف بنشتغل عليه helping focus. الهدف ده هيتحقق من خلال تقديم الهلب زي ما اتفقنا. العلاقة ما بين هيلبر وهيلبي نيرس كلاينت، يعني هيلبر نيرس والكلاينت اللي هو الهيلبي أو الريسيبيانت اوف كير اللي هو الشخص اللي بيبحث عن المساعدة أو متلقي هذه المساعدة. Two separately existing individuals come together for sole purpose. العلاقة بتتم بين طرفين زي ما اتفقنا، الاثنين بيشتغلوا على هدف واحد اللي هو ايه؟ helping one of them، تقديم المساعدة من طرف للطرف الآخر اللي في حاجة إليها. إيه هو الهدف من كده؟ ده help the client to achieve maximum level of self-care functioning and well-being. عايزين الأوتكم في النهاية إيه؟ إن يصل الشخص لأعلى مستوى من القدرة لتلبية احتياجاته الأساسية. أعلى مستوى من القدرة أو من المقدرة لتلبية احتياجاته الأساسية والوصول بالإيه؟ للwell-being. ده الايه؟ ده البيربوس اللي احنا بنشتغل عليه. ريليشن شيب ليها احتياجات معينه. ثيرابيوتيك ريليشن شيب ويز ا كلاينت ريكوايرز كونسيدرابل اماونت اوف تايم، محتاجه وقت، مر بمراحل مختلفه فاذا بتستغرق وقت، محتاجه ثوت ان احنا نفكر عشان نقدر نخطط ونساعد اللي قدامنا، محتاجة sensitivity ان احنا نحس بالشخص عشان نبقى نشوف احنا ازاي هنقدر نساعده من طلق احساسنا به واحساسنا بمعاناته واحساسنا باحتياجاته ومشكلاته لاخره and energy، ومحتاجة ايه؟ طاقة ومجهود. بنكمل. ايه هي الكاركترستيك of the bond النيرس كلاينت relationship؟ نيرس كلاينت يعني علاقة بين بني ادم وبني ادم اخر. فالعلاقة دي، العلاقة الأدمية أو العلاقة الإنسانية دي فيها attachment. فيها رابطة. إيه هي بقى خصائص هذه الرابطة؟ النيرس كلاينت ريليشنشيب is special helping. هي special helping relationship، علاقة خاصة قايمة على فكرة إن أنا بقدم المساعدة لحد في حاجة إليها. That is characterized by the following features. هذه العلاقة لها عدة سمات. أول سمة إنها a partnership، إيه؟ شراكة. علاقة قايمة على فكرة الشراكة، إحنا الاثنين شركة. تمام؟ الشراكة دي بين between the client and the nurse، بين طرفي هذه العلاقة. طيب الشراكة دي تحتم عليهم إيه بقى؟ على الطرفين دول both working together to improve the client health status. احنا الاثنين الحالة الصحية للمريض. احنا الاثنين بننطلق شغلنا مع بعض باعتبارنا شركاء بنشتغل على هدف واحد هو improve the client health. يعني لحد الان دكتورة يعني مبين انه كله improving للكلاينت. ما هو ده ده الجول بتاعي. بيزك يعني. ده الجول بتاعي. طيب او بتاعنا. تاني فيتشر للبوند أو الاتاتشمنت في هذه العلاقة إني a purposeful and productive objectives. العلاقة اللي بتتم وبتستغرق أو بتمر بمراحل معينة وبتستغرق زمن معين لازم يتحقق منها أهداف فيها هدف مثمرة، في منها غرض وفي منها أهداف. تمام؟ بيتحقق منها أو بيتحقق من خلالها نواتج. إزاي بقى؟ من البداية خالص، من البداية خالص طبقا للستيبس اوف نيرسينج بوس. احنا الاثنين شركاء في اول خطوه عندي اللي هي ايه؟ الاسسمنت. بنعمل ايه؟ together the client and the nurse agree about the nature of health problem in question. يبقى اول خطوه عندي ان احنا الاثنين بنشتغل
على تحديد ايه هي الايه المشكلة. مش كده؟ او الاحتياجات، نوضحها كده، نعمل عليها سبوت. دي خطوة منها هننطلق لخطوة تانية احنا احنا الاثنين برضو هنشتغل فيها. they develop، زي يبقى انا وانا والكلاينت او البيشنت اللي بتعامل معاه هنعمل ايه؟ develop and implement a plan. يبقى بعد تحديد، بعد ما احنا الاثنين كخطوة اولى حددنا المشكلات او الاحتياجات، بننتقل للخطوة الاخرى، بنضع لها بلان وبننفذ هذه البلان. تمام كده؟ implement a plan designed to reach a agreed upon objectives. احنا بنضع بلان وبنحققها او بننفذها. ليه بننفذها؟ بننفذ هذه البلان من خلال عدة اجراءات معينة ها تتناسب كحلول مع المشكلات دي. ليه؟ عشان نحقق الايه؟ الاوبجكتيفز. تمام؟ ده كل الكلام ده مش جديد عليكم، لان ده في النيرسينج بروسس. اول خطوه بعمل داتا كولكشن، الداتا اللي انا بطلع بيها ببتدي اضعها في كاتيجوريز. خلاص داخل كل كاتيجوري، الجانب الفيزيكال، الجانب الايموشنال او السايكولوجيكال، السوشيال، اصنفها بهذا الشكل، وارجع تاني لكل دومين اعمل ري ارانجمنت للبروبلمز والنيد، احط اعيد ترتيب الاحتياجات طبقا للاولويات، او اعيد ترتيب المشكلات طبقا للاولويات. ده كله اسمه ايه؟ اسمه بلان بقى. تمام؟ ومقابل كل نيرسينج دايجنوزس بضع الايه؟ بعمل ستيتمنت ان النيرسينج دايجنوزس بتاعي او اصيغ المشكله دي او الاحتياج ده على شكل نيرسينج دايجنوزس، ومقابل لي اضع الايه؟ الاوبجكتيفز، سواء كانت تحت مسمى الشورت تيرم او اللونج تيرم جول. ليه احنا بنحدد اوبجكتيف في البلان بتاعنا؟ لان هي دي الايه اللي هتكون بمثابه جايد هنمشي عليه. تمام؟ وهنطبق اجراءات معينه علشان في خطوه الايفالويشن هنشوف ايه الاهداف اللي ايه اللي اتحققت، انه اتحققت ولا ما اتحققت. بالظبط كده. يبقى الهدف من البلان والامبلمنتيشن او الانترفنشن هو ان احنا نحقق اهداف. وصولا لي او انتقالا لاخر خطوه عندي، client and nurse together evaluate او احنا الاثنين بنقيم النوايا and decide whether the desired and expected outcomes have been achieved. يبقى دي تاني ايه؟ تاني فيتشر عندي. يبقى اول فيتشر للبوند او للاتاتشمنت من هذه العلاقه، ان هي علاقه قايمه على البارتنرشيب، قايمه على الشراكه. تاني فيتشر ان بتحقق من هذه العلاقه نواتج معينة، أهداف معينة. تمام كده؟ تمام. طيب ثالث فيتشر عندي preservation of the client present level of health and protection from future health threats because of the increased knowledge gleaned from the helping relationship. يعني إيه الكلام ده؟ حد عنده تفسير للنقطة دي؟ preservation يعني keeping، يعني maintain، الحفاظ دكتورة على المريض، الحفاظ على المريض في المستقبل من أمراض مهددة لحياته أو خطورة أو زيادة خطورة مرض معين، إنه في risk factors بيهدد حياة المريض. طيب يبقى إحنا هنا النقطة دي تنص على إن إحنا بنعمل preservation keeping أو maintaining للمستوى الحالي بالنسبة لصحة المريض. تمام؟ ومش بس كده، ده كمان بنعمله بروتكشن، بنحميه من التعرض لأي شيء مستقبلا. ده ازاي؟ ده من خلال فكرة ان احنا بنزوده بمهارات مختلفة وبقدر من المعرفة المريض في حاجة إليه. يعني انا لما بتكلم مع المريض وبعمل له هيلث ايدوكيشن، بديله من الارشادات والتعليمات والاجراءات اللي مطلوبة علشان جدلا يلتزم ب العلاج او بروتوكول العلاج المخصص لي او الموصوف لي. ايه الهدف؟ ان هو لما هيلتزم على البريسكريبشن هيمنع مستقبلا التعرض ل كومبليكيشن معينه، او لما بعرفه بنظام تاهيلي معين بمنع حدوث مستقبلا كومبليكيشن معينه. تمام؟ وبس لما بساعده على ان يكتسب من طرق التكيف اللي هتمكنه من الوصول لحد الادابتيشن، بيتعلم ازاي يتعايش مع مرضه بالاخص لو كان كرونيك ويبقى جزء من حياته. يبقى هنا الحكمه ايه او الهدف ايه؟ ان انا
ازاي نحافظ على او نساعد المريض للحفاظ على افضل مستوى من الهيلث، بل تجنبه التعرض لاي مشكله او اي مضاعفات مستقبلا او لاحقا من خلال اكسابه المجارب المعرفي والمهاري ازاي يتعامل مع بعض. اوكي، كل ده بيحصل من خلال ايه؟ من خلال علاقتي او من خلال الهيلبنج ريليشن. في عندي فيتشر اخرى هو ان الفاليشن اوف ذا كلاينت هورس. يعني ايه فاليشن؟ حد عنده فكره معنى كلمه فاليشن؟ يعني ايه معنى؟ تلطيف. ها؟ تلطيف يا دكتور. تلطيف، تمام، تلطيف، تخفيف او تلطيف. مش انتوا عندكم ماده اسمها بالياتيف كير؟ نعم. يبقى الباليشن هنبحث عن معناها، له تخفيف او تلطيف. بنلطف من ايه او بنخفف من ايه؟ من القلق والمخاوف اللي لدى المريض. طيب يبقى باليشن، يبقى من خلال الريليشن شيب بيني وبين المريض بساعد على التخفيف والتلطيف من المخاوف والقلق اللي عنده. ازاي يبقى باليشن ذا كلاينت وورس اند فير ثرو؟ ده من خلال ايه؟ ازاي الطف على المريض او الطف من المخاوف والقلق لدى المريض؟ كومفورت، تهدئة المريض. تمام، نريح. ايه كمان؟ تكريس بين. من خلال ايه؟ يعني كل ده بيتحقق، يعني ازاي ان انا اريح المريض او ان انا اهدي من القلق عنه؟ دكتور، يمكن من ناحيه يعني البيهيفير او النوليدج لما نحكي للمريض انه مثلا انه هذا المرض انه مثلا مش خطير او مع الوقت زي هيك يعني. يعني طيب انا هترجم اللي انتوا قلتوه دلوقتي، انا عارفه انتوا عايزين توصلوا لايه بس مش واصلين له بدقه. فكره ان انا اخفف من القلق او اساعد على التخفيف والتلطيف من القلق، ده من خلال فنيه عندي اسمها ري اشورنس. ري اشورنس ده برنسبل، ده واحد من البرنسبلز المختلفه اللي بنطبقها اثناء علاقتنا مع المريض، ان انا اطمئن المريض، اطمنه. تمام، يبقى لما اطمنه يعني ده معناه ايه؟ لما انا بطمن حد يعني بقلل من ايه؟ من شده القلق، القلق والتوتر. شده التوتر اللي عنده، شده التوتر. حلو، متفقين. يبقى احنا علشان نخفف ونلطف من القلق لازم نبقى فاهمين ده هيتم من خلال طمانه المريض. اطمنه بقى ازاي؟ هو ده اللي انا عايز افهمه منه. يا جماعه اللي فاتح مايك، اللي فاتح المايك عنده، ازاي ان انا اطمن المريض؟ دكتور مش سامعين والله. في حد فاتح مايك لو سمحتوا، ازاي ان انا اطمن المريض؟ ازاي ان انا اطمن المريض؟ من تهدئه المريض، من هدي المريض. طب ازاي برضه؟ لا ما بعثلها الكلام دكتوره. عن ايه؟ لما انا المرض، عن الاعراض. تمام، تمام. يا جماعة، يا جماعة لو سمحتوا اللي فاتح مايك عنده يقفله. دكتورة مش صوتك. طيب نرجع نسمع بعض. بعمل ري اشورنس، بعمل ري اشورنس من خلال، بعمل ري اشورنس ان انا بطمن المريض من خلال ايه؟ ان انا ازوده بمعلومه، صح كده؟ يبقى اعمل له ايموشنال وانفورميشنال سبورت. تمام، ازود المريض بمعلومه عن مشكلته، عن ازاي يتكيف معاها، ازاي يتعامل معاها، عن الميديكيشن اللي بياخدها، ازاي يلتزم بيها، ازاي يلتزم بالبريسكريبشن، ما يوقفش العلاج في اي وقت، ما يستمرش على العلاج بدون ما يعمل فولو اب اللازم. عشان نبقى فاهمين، انتوا معايا يا جماعه؟ معاك. سامعيني كويس؟ عشان نبقى فاهمين ان احنا ازاي نطمن المريض، انا عندي في نمط من الري اشورنس اسمه فولس ري اشورنس. يعني ايه فولس؟ يعني نيجي نطمن المريض لكن للاسف بعض الناس بتقع في الورطه دي او في المطب ده، بتيجي تطمن ولكن بتطمن بالشكل الخاطئ. فبدل ما تهدي من
القلق عند المريض لا بتزيد منه. ازاي بقى؟ ان انا بعض العبارات نعمل عليها اكس كبيره قوي قوي، لازم ان احنا افويد ان احنا نقول هذه العبارات. منها ان انا اقول للمريض لا داعي للقلق، او لا داعي للخوف، او انه كل شيء هيكون على ما يرام في غمضه عين. غمضه عين ينفع الكلام ده؟ علميا ينفع؟ ما ينفعش، لانه ما بتدري دكتوره انه يمكن الكيس يصير لها يعني تتدهور، يعني تطور بالحاله. بالاخص في يعني انا بتعامل مع المريض طبقا للوضع الحالي. لانه كمان احنا كنا نقول انه ما بدناش الفيكر اللي هو يكون كاذب، صح؟ يعني نعطيه مثلا انه نقول له انه مثلا انه وضعك كويس، وبعدين لو قدام يتغير معه الوضع تمام هيصدقني كده، هيصدقني، هيقتنع بكلامي. لا لا. لا. يبقى اذا احنا لما باجي اطمن المريض طبقا للوضع اللي هو عليه حاليا، ما ينفعش وضع المريض يبقى في حاله متدهوره في الليت ستيج او في التيرمينال ال، واجي اقول له مجرد قيامك بإبراء معين أو بتناولك للدواء ده بالجرعة دي هتبقى على ما يرام، والأمور كلها يعني هيبقى الوضع زي ما بنقول كده بالبلد 100 فل و14. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، لأنه ما فيش تغيير 180 درجة مرة واحدة. ما فيش تغيير، ربنا سبحانه وتعالى بقدرته المطلقة على أي شيء إنه عالم بقدرة البشر واستيعابهم للتغيير. على سبيل المثال التغيير اللي بيحصل أثناء اليوم من نهار لليل والعكس بيحصل بالتدرج، صح ولا لا؟ احنا فجأة بنلاقي نفسينا انتقلنا، حصل شيفت من نهار لليل أو من ليل لنهار مفاجئ؟ لا. إذن ما ينفعش أبدا أقول للمريض إن لا داعي للقلق، لا داعي للخوف، كل شيء هيكون على ما يرام في لمحة بصر. كلها عبارات هلامية ضبابية مطاطية تثير القلق أكتر مش بتخفف منه. طب إذن بقى إزاي نحن نطمن المريض؟ نطمنه من خلال تزويده بالمكمل المعلومات اللي هو في حاجة إليها، نشرح له حالته الكيسز بتاعته على طريقتها، بس نكون واقعيين ضمن الإجراءات نفس اللي إحنا معنا. تمام، يبقى طبقا لوضعه يعني عن حالته دكتورة الطبيعي زي شو اللي وضعه يعني من الساين والسبب والكل شيء يعني شو الموجود عنده. تمام، يبقى بنفصل له الوضع الحالي، نزوده بمعلومه، ننصت له اللاسننج في حد ذاته من الاشياء اللي بتطمن الشخص الاخر اللي في وضع حاجه. انا لما اكون في معاناه او في وضع حاجه والاقي حد متخصص قاعد معايا بينصت لي كل اذن صاغيه، ده شيء بيبتدي ايه يطمني. احنا نفسينا لما بيبقى اي حد فينا تعبان ولا بيمر باي مشكله، مجرد ان يروح لدكتور ويدي له من الوقت اللي بيسمع له، ده تقريبا نص العلاج من قبل ما يبتدي حتى في رحلة العلاج نفسي. يبتدي الليسننج في حد ذاته من الأشياء المهمة أني بطمن من خلالها المريض، تمام؟ أقعد مع المريض واسمع له واتحاور معاه ونتكلم في اهتماماته ومشكلاته، كل ده سبل لعمل الإيه؟ لتنفيذ هذا التكنيك. يبقى إذن إزاي اتفقنا على إزاي أن إحنا نخفف أو نلطف من المخاوف والقلق لدى المريض من خلال الappropriate reassurance، الطمأنة أو الطمأنينة بشكل سليم. طيب في عندي نقطة أخرى أو صفة أخرى أو سمة أخرى من الكاركترستيك أوف هيلبينج ريليشنشيب، هو إن هذه العلاقة بتتسم practicality offering effectuous effective and efficient ways of handling health concerns. مين عنده تفسير للنقطة دي؟ أنا دكتورة. والتطبيق العملي، للطرق الفعالة للعمل مع المريض، لزيادة الوعي الصحي عند المريض، لزيادة الحالة الصحية بشكل جيد مع المريض. طيب خليني أوضح إن إحنا في تعاملنا مع المريض لازم يكون عندنا من المهارات المختلفة اللي مطلوبة أعلى مستوياتها. يعني إيه؟ يعني أنا هقوم ببروسيجر معين، حدي للمريض مثلاً على سبيل المثال إنجكشن أو حسحب بلاد سامبل، خلاص؟ ده إجراء أنا بقوم بيه، متفقين على كده؟ الإجراء اللي أنا بقوم بيه لازم يبقى عندي المهارة الكافية ليه،
ما عودش في أشكشك في المريض وحاول عشان أسحب بلاد سامبل مرة واثنين وثلاثة. المريض أول ما هيلاقي الوضع بالشكل ده أو رد فعلي ليه هيكون إيه؟ تخيل نفسك أنت مكان المريض، أو تخيل المريض ده حد من إيه؟ من أقربك من الدرجة الأولى، هتقبل ليه كده؟ لا طبعا. لا طبعا. أول رد فعل كنا بنسمعه زمان وإحنا بنتدرب أيام الامتياز يقول لك وأنا حقل تجارب، صح كده؟ وإحنا في قران تجارب، مش هينفع. يبقى إذن المقصود بالجزئية دي تحديدا إن أي العمل هاندلنج لأي هيلث كونسيرن علشان نقوم بأي إجراء أو بأي تكنيك أو بأي بروسيجر معين لازم يكون عندنا من المهارة، من الكفاءة، من الفاعلية، ها، ما يكفي للقيام بهذا التكنيك أو بهذا البروسيجر دون أن نسبب أي ألم أو أذى أو تضرر للمرض. تمام؟ منحاولش ونجرب فيه مرة واثنين وثلاثة ونقول أدينا بنتعلم. لا لا لا، المريض بالنسبة لنا مش موديل أو مش سيميليتور إحنا بنتعلم عليه. علشان كده أنتوا وأنتوا بتدرسوا سي تعلمت إزاي تدي آي إم إنجكشن، أنت مجرد أن أخدت الجزء النظري داخل القاعة بتنزل على الكلينيكال سيتنج مرة واحدة بتطبق هذا التكنيك أو هذا البروسيجر؟ لا، لازم إيه اللي بيحصل في مرحلة التدريب. أيوة، المرحلة اللاب. في مرحلة اللاب دي إيه اللي بيحصل؟ إن أنت عندك بقى في موديل أو في سيميوليتور بتتعلم عليه، مش كده؟ مظبوط. في أداة معينة بتتعلم عليها الأول، تتعلم عليها وتتعرف على الخطوات طبقا للتشيك ليست. أنت درست طبقا للتشيك ليست، درست الجزء النظري اللي هذا التكنيك طبقا لعدة خطوات، واحد اثنين ثلاثة الأخوة بتطبقها بالضبط، مجموعة ستيبس بتسلسل معين، وكل خطوة ليها ايم أو راشونال. أنا بعمل كده ليه؟ من أول بريبيرنج الإكويبمنت ليه؟ واش للهاند أو واش للهاند الأول ليه؟ بريبير الإكويبمنت ليه؟ بروفايد ايموشنال سبورت ليه؟ دي خطوات كده ايه؟ ألفابيتك، بنقول خطوات أساسية لكل بروسيجر، وبعدين بندخل بتعمق في الخطوات السبيسيفيك، وكل خطوة ليها الراشونال بتاعها. أنت تعلمت خدت الجزء النظري بناء على هذه التشيك ليست أو هذا المانيوال، طبقت في اللاب بناء على اتعمل لك ديمونستريشن، مش كده؟ انت طبقت في اللاب ازاي؟ ان معاك كلينيكال انستراكتور علمتك على موديل او على سيميوليتور معين ازاي تطبق هذا التكنيك، صح؟ اتعمل لك ديمونستريشن بالفعل، تطبيق بالفعل بالشرح والتوضيح. بعد خطوه الديمونستريشن بيحصل ايه؟ ري ديمونستريشن، انت نفسك بتعيد بتطبق ده بنفسك بايدك، بايديك بتطبق ده، مش بتشوف بس، لا انت ينفع حد يتعلم السواقه وهو شاف بس ولا بيجرب نفسه؟ بيجرب. لا بيجرب لازم لو كنت متمكن يعني متمكن. لا استناني بقى، ما احنا بنقول كمرحله، صبرك عليا. تبقى لوحدك ولا معاك حد في الاول؟ لا معاك اللي بيدربك، صح كده؟ بس ما ينفعش نقول انك انت اتدربت على السواقه بكم معلومات اخذته داخل الكلاس. لا صح، مرحله تانية ابتديت ان انت تطبق الخطوات وجنبك حد، ليه جنبك حد؟ يوجهك ويلحقك، صح كده؟ يكون ليدر الواحد له مبدئيا بعديها. ايوه دي خطا، ده تسلسل يا جماعه، ده تسلسل عشان نصل لفكره ان احنا يبقى عندنا مهاره، دي ما جاتش من فراغ. وبعدين بالبراكتس بقى بالمزاوله المهاره دي ايه او الخبره دي مستواك بيحصل. ايوه بيتطور بيكون للاحسن، هو ده المقصود، ان يبقى مستوانا شكله ايه؟ عندنا خبره، عندنا مهاره، عندنا كفاءة للقيام بأي هيلث كونسيرن. وصلت الفكرة؟ وصلت. طيب بعد كده عندي السمة اللي بعد كده، إن هذه ريليشن شيب أ سيريس أوف فيزز، بتتمثل في عدة أو سلسلة مراحل. أولها ويز أ بيجينينج، اللي هي البداية. البداية. الإنيشيشن أو الإنترودكشن أو الأورينتيشن، كلها مسميات نفس الفكرة. البداية دي أول مرحلة عندي، اللي هي البداية اللي هي زي نفتكر كده نظرية بيبلو، اللي هي بتركز على إيه الفوكس لهذه المرحلة، اللي هو تحديد defining the client health problem، تحديد الإيه المشكلة.
تمام كده؟ وبعدين بننتقل للميدل. حددنا المشكلات، دي مرحلة أولى. مرحلة تانية اللي هي الميدل، ما يعرف بالميدل أو المينتنانس، المرحلة اللي في المنتصف أو الوركينج، المرحلة اللي هي إيه الجزء الأكبر بقى اللي هو متوازي في النيرسينج بروسيس، زي ما اتفقنا خطوة الدياجنوزيس والبلانينج والإنترفينشن والإمبلمنتيشن. And the end. The end اللي هي التيرمينيشن، النهاية. ما دام في initiation، ما دام استخدمت تعبير initiation، لازم هيكون في عندي termination، بداية ونهاية. نهاية. Each encounter. يبقى كل علاقة بيني وبين سين من المرضى، المريض الفلاني، لازم هذه العلاقة هتمر بتلك المراحل. Initiation, maintenance, and end. أو termination. تمام؟ ما ينفعش العلاقة تاخد منحنى آخر. لو أخدت اتجاه تاني يبقى احنا كده خرجنا برا ايه فكرة ان هي علاقة ثيرابيوتيك او علاقة بروفيشنال. بتنتهي علاقتي بخروج بتحقيق الأهداف او بالديستشارج، خروج المريض من المستشفى. تمام كده؟ تمام. في فيتشر اخرى ان العلاقه دي ا بيرسوناليتيلد انتراكشن ديزايند تو ميت ذا نيدز اوف ايتش بارتيكولار كلاينت. مين يفصل لي النقطه دي؟ لماذا تهدف دكتوره؟ هي بتكون مصمم بشكل شخصي، يعني انديفيديوال، بتكون يونيك، بتكون يونيك لكل بيشنت. يعني مش كل شخص عنده نفس الاعراض نفس المرض، لانه لو كان عنده سكري مثلا بس ما يكونش عنده مثلا اعراض جانبيه او اعراض نفس المريض الثاني، بحيث يكون البلانينج هون او مصممه بشكل شخصي لتلبيه احتياجاته تناسب مع الشخص. تمام. انا وصلت يعني كل مريض له احتياجاته، كل مريض له احتياجاته، هذا بيختلف عن هذا. تمام. يبقى لازم نبقى واخدين بعين الاعتبار ان العلاقه بيني وبين سين غير صاد غير عين غير لاخره من الحروف. مختلفه. لان حتى على فكره حتى لو تشابهوا حتى في الدياجنوزس الميديكال دياجنوز، حتى لو تشابهوا في نفس المرض، تمام، ولكن الله ينور عليك، ولكن من منطلق الاسسمنت والداتا كولكشن انا بعملها علشان اوصل لوضع او لتحديد احتياجات قد تختلف، القدرات قد تختلف، المشكلات قد تختلف. فبالتالي نلخص الكلام ده في ان العلاقه دي بيرسونالي تيلر، يعني بتختلف من شخص لآخر، بتختلف. احنا خليني بس استخدم تعبير يمكن عام شويه، هل احنا قياساتنا على مستوى اللبس واحده؟ لا. لا يعني طبعاً. يعني انا البلوزه او القميص اللي انا بلبسه ممكن ما يناسبش غيري، واللي بيناسب غيري ما يناسبنيش. هي تيلورد، دي فكره تيلورد يعني متفصله. انت بتروح لخياط بتقول له تدي له قطعه قماش، بتقول له فصل لي بنطلون، بيفصل لك البنطلون المقاسات من عنده ولا لزبون تاني ولا بياخد مقاساتك انت؟ مقاسي أنا. الله ينور عليك. فهي دي الفكرة، القياس عندي هنا مشكلات واحتياجات وقدرات المريض أيضا، ده اللي بيخلي العلاقة إيه يونيك. نقطة أخرى أو خاصية أخرى إن العلاقة ليها أساس برايفسي، خصوصية. So that the client may disclose intimate details about their lives. Nurses are responsible for protecting their client confidentiality. يبقى البرايفسي، الخصوصية. الخصوصية هتمكنني من حفظ سرية ومعلومات المريض، مش كده؟ اللي أنا أعرفه عن المريض واللي ابتدى يكلمني فيه المريض بأريحية معينة، ده تحقق بناء على إن في تراست بيننا. تمام؟ وده عنوان العلاقة. دي بترست دكتورة، يعني لأنه راح يفتح لك مواضيع أنت ما تقدر تصلها. بالضبط بالضبط. حتى لو إحنا شايفين أنها مواضيع بسيطة، على فكرة مسألة بتطير معانا دكتورة، بتفرق من شخص. بتطير معانا مرضى زي هيك ما ترتاحوا، مثلا لما في مرضى ممرضين بيرتاحوا لهم وفي ناس ما بترتاح لهم، لأنه بقول لك هذا بتر فيه مثلا، فبيحكي له كل إشي اللي عنده. يعني حتى يمكن يحكي له عن المشاكل اللي بالدار عنده. تمام. يبقى ده حصل بناء على ايه؟ احساسه بالراحه، انه واثق فيه.
اللي هي تراست فيلينج سيف، يعني احنا واحنا بينا ثقه يعني بنشعر بالامان تجاه بعض. تراست معناها فيلينج سيف، تشعر بالامان. شعورك بالامان ده شعور متبادل على فكره، يعني في مفاهيم بتاخذ وتعطى، ما ينفعش تبقى من طرف واحد. الاحترام متبادل، الثقه متبادله، تمام؟ ففي تبادل لهذا المفهوم، يبنى عليه شعور كل منا بالارتياح، بالارتياح والامان تجاه الاخر. ده مهم بالنسبة لي في علاقتي بالمريض. ليه؟ ده حيمكنني من الاسسمنت الدقيق، مش كده؟ اكيوريت اسسمنت، يعني بتدي المريض يكلمني عن تفاصيل تخصه. علي انا بقى ايه؟ علي انا اعمل المعلومات دي اتعامل معها ازاي في الاطار الكونفيدنشال. يعني ايه كونفيدنشال؟ يعني السرية. يعني ايه برضو عشان نبقى موضحينها؟ يعني اللي انا اعرفه عن المريض اعمل له شير فقط، شير فقط مع الهيلث تيم ممبرز المسؤولين عن هذا المريض. مش احنا تيم؟ احنا بنشتغل كتيم، صح ولا لا؟ التيم ده بيتكون من مين؟ مني كنيرس، من الفيزيشن، من السايكولوجيست، من السوشيال وركر، من الدايتيشن، كل افراد التيم. انا اللي انا بعرفه بحكم ان انا طبيعه عملي بتمكنني من الاحتكاك المباشر والفترات طويله مع المريض، اللي انا بعرفه بعمل له شير مع التيم المسؤول عن هذا المريض. لكن زميلتي اللي في نفس القسم في نفس الشيفت تعرف وملاش علاقه بالبلان اوف كير لهذا المريض، اقول لها؟ ينفع اقول لها؟ لا لا لا, لا. لا. يبقى احنا خرجنا بره اخلاقيات المهنه، تمام؟ خرجنا بره ايه ده. على فكره، على فكره الكونفيدنشياليتي حق اصيل من حقوق المريض، حق أصيل من حقوق المريض، إنه ما فيش معلومة تخص المريض أعرفها سواء كان هو مصدرها أو أي حد تاني من زويه أبلغ بيها أي شخص آخر ملوش علاقة بهذا المريض، ملوش علاقة بالبلان أوف كير لهذا المريض. دي فيها مشكلة. طيب دي نقطة. نقطة أخيرة، إن هذه العلاقة بتتسم بإني فيها powerful emotions. إحنا بشر، صح كده؟ وطبيعي كبشر كبني أدمين بنتأثر ببعض، ففي نوع من العاطفة بيحصل بينا. العاطفة مش اللي هو أنا بلبي احتياجي، بالأخص لو أنا في ميل بتعامل مع مريض ميل بلبي احتياج أو نقص عندي من خلال هذه العلاقة، لا. أنا بس بقول هنا الإيموشن إن حصل تأثر وتأثير، لأن إحنا بشر، ولأن أنا كهيلبر في وقت علاقتي بالمريض كحد محتاج مساعدة زي ما بنقول ايه، يعني اتأثرت بمشكلته، اتأثرت باحتياجه، تمام؟ ولكن ناخد بالنا هنا ان انا لا اغطي احتياج او لا البي احتياج ليا على المستوى الشخصي. فاهمين وجهة النظر؟ نشوف السفرنج لل يعني معاناته مع المرض. يعني احنا هنا بنتعامل مع حد بيعاني، فطبيعي ان احنا نحس بيه علشان نقدر نساعده، ولكن دون النظر لتلبيه احتياج ليا انا بقى. احنا بني ادمين وبنحب دايما، يعني عايزه اقول كده بالمفهوم الدارج، نحب ونتحب ويبقى في علاقات معينه في حياتنا. لا، هذا المعنى ملوش علاقه بفكره الباورفل ايموشن. باورفل ايموشنز ان في جانب انفعالي، جانب عاطفي، كبشر نتعامل من منطلق احنا كهيلبر مع حد في معاناه محتاج مساعده، فطبيعي ان احنا نحس. الكلاينت اند نيرس كان ديفلوب اتاتشمنت، الاثنين حصل بينهم ايه؟ لينك، حصل رابطه فور ايتش اذر ويتش ميك ذا ريليشن شيب سبيشال فور ايتش، وده اللي خلى ان العلاقه دي ليها معنى، تمام؟ على فكره الوقت تقريبا بينتهي، بكره ان شاء الله تعالى ان ربنا ادانا العمر لقائنا. اللي ما كتبش اسمه على الشات يدخل بسرعه يكتب لي اسمه. اي سؤال او استفسار؟ حتى لو ان احنا كمان دكتور اكتب اللي ما كتبش اسم. نعم بلال اكتب اكتب. خلاص يا بلال، خلاص يا بلال، الله يسلمك. اي حد تاني لو ما كتبش اسمه برضه يتفضل. القاكم بكره على خير بعون الله، بامر الله تعالى. السلام عليكم. مع السلامه دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب، الله يعافيك.